السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله أن ينصر قوات الشعب ويصلها ويشفي كل المرضى ويرجع كل المفقودين سالمين إلى أهلهم. اللهم عف السودان والسودانيين وأنصر قوات الشعب ويصلها. أبشر أخواننا، الجيش انتصر والنصر قريب إن شاء الله. شغالين تشتيبات في ضمان ثم بحري ثم خرطوم، فناس تستعيد. أجينا لكم بفيديو جديد، مراكز بسيوني كلام جد جميل وسخن وبشريات كلها. أراكم نحضر فيديو أول تم بعدات نجينا أقيمها. لو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تدعمونا بالاشتراك. طبعا اليوم كان يوم عجيب، يوم رهيب، يوم ممتع، يوم جميل، يوم بجد. يعني الليلة يا دوب العمليات العسكرية بدت لعدة عوام. يعني انت احنا في حاجات بنتكلم فيها، قلنا بنقول العسكر مرات ما بيطلع ليه وما في حاجات. يا جماعة احنا ما عارفين، انا ما اكذب عليكم، في حاجات ما بتتقال وما بتطلع، وفي حاجات لو اتقالت بتخرب ما بتنفع. انا بقول لك الحقيقة، الليلة الجيش خلاص نزل لانه حاجاته اكتملت. حاجاته اكتملت دي خد تحتها مليون خط، خد تحتها 2 مليون خط، اكتملت كل حاجة. الآن هو جاهز من مجاميعه، جاهز عشان يأكل لك الناس ديل، جاهز عشان يدمره. ما قاعد عاجبه القعاد. كان نحن كنا بنضغط، هاي بنضغط، دايرين ننتهي المعركة، متضايقين، أهلنا متضايقين، ناسنا متضايقين، الشعب متضايق، لكن ما عارفين الحاصل جوا شنو. في حاجات بنعرفها، المعلومة اللي بتصلح بنعرفها، واللي ما بتصلح ما بنعرفها. احتمال يا دوب عرفناه الليلة بعد ما خلاص الناس ديل بيجوا جاهزين. وطوالي والله العظيم أنا من الناس اللي فعلا غدرت، لأنه في حاجات كده ما داري لا نقاش وجدل. طلعت كباشي، ما طلع كباشي، طلع بعد ما ضمن انه خلاص الامور باسطه والبلد برا خلاص والناس ديل تمام والامور وضحت وكل حاجه جاهز. جاء فرش لهم الحاجات وداهم الشغل الاخير، اجتمع بالرواد براون، واجتمع بالقيادات براون، واجتمع بالرتب الكبير، كل ناس اداهم حقهم، كل ناس اتكلم معاهم على حسب الحاجه المفروض تصل، وطلب منهم انه نزيدوا الجرعه ويزيدوا الشغل، والناس لازم الايام الجايه يكون ايام حسي. وقال لهم بصريح العباره، نحن دايرين حسن في الميدان، نحن ما دايرين نشوف. وللشعب السوداني قال الانتصار قرب. الكلام ده حقيقه، حتى المتحركات اللي نزلت دي بتعليمات منه مباشره. متحركات تصوير العين، ودي ما المتحركات كلها، يعني ده جزء لسه انت ما شفت حاجه. النزل ده الليله ولا ذره في بحر، ده ولا حاجه، نزل ومشى وطوالي والله العظيم. الناس دي شدت ما حرمانين ولا دخلوا جوا المهندسين زي الناس. الناس دي طلعوا بلوا جنجويد ديل بل الفتحات كلها زغري، الفتحات كلها في الشارع تزغري. الناس انبسطت، الناس اتكيفت، الناس فعلا بتشوف الناس بتقول انه ما في زود. بيقول لك الناس دي طلعوا 6 مليون طلعوا 7 مليون، الناس دي قاعده، الناس دي كل الشعب ده قاعد. الناس الليله اللي بتطلع دي والطلعه دي انا يعني يغينا انه الناس دي قاعده. الجيش ده دور بهناك شغال في الناس دي شغل القرف، العرضه، العباسيه، المورده، ام بداد، ود البشير، الناس دي عمل لهم السمرقع، سووا لهم السمرقع عديل، السمرقع ده سووا لهم السمرقع والله العظيم. الناس دي الليل اي جنجويدي بيشتري له كرتونه بتاعت فيكس وبيرقد يمسحوه، لانه الناس دي يتمنعوا جري ساي جري جري جري، يتمنعوا اجروا بهنا القوا جيش، اجروا بهنا القوا جيش، اجروا بهنا القوا جيش، اجروا بهنا القوا جيش. ده كنا بنطالب به، لكن يا جماعه في حاجات احنا ما بنضغط، الحق حق والفضل فضل، لكن ما كان في حاجات ما في.
كل حاجة بأوانه وبتعرف الحاصل بعدين. الليلة دقوا غايب تابع للجنجويد، دقوا في عربيته بالمسيرة، اختاروه من 3 عربات، العربية الأخيرة دقوها نزلت لكم شفتوه. ده كان غايب عقيد عقيد، اتدق بمسيرة. عندنا ناس جو من الشمالية ووصلوا ليه شرق النيل، بيحلفوا بالقسم، ناس كبار ومزولين ما لاقاهم ولا ارتكاز في شرق النيل، ما شافوا لهم جنجويدي في شرق النيل، بيحلفوا كده. اقول لهم والله انتم كذابين، انا ما شايف، هنا شايفين وهنا الحلفوا، ربنا بيحاسبهم هنا جاي من الشمالي، لقيتوا ارتكاز؟ ما لقينا ارتكاز، ما لاقاكم جنجويد واقفين خاتين كراسي، فقال لكم ما لاقاهم جنجويد، ما لاقاهم. اقول لهم يا جماعه لا، لاقاكم في شرق النيل، جيش جاي من كرر النمل، النمل ماشي زي النمل، لو رميت لك طوبه يقع واحد يموت، ما حصل فيه اي حاجه، وجا دخل ومشى المهندسين ولا حاجه، بالعكس الجنجويد اللي بيشوفوه بيجروا، قاتلون اكثر من 400 جنجويدي وهم ماشيين، دخلوا شي دخلوا لجوا البيت شيلوا جوبي وين، ما خلوا جنجويد. نمشي للموضوع بتاع الساحه والموضوع المهم والموضوع القحاطه شغالين فيه كده، القحاطه شفت بس يمشوا يلفوا يدوروا كده ويمشوا يجوا تاني ويدوروا كده. طبعا القحاطه يا جماعه ما عندهم حاجه، القحاطه عرفوا المعركه انتهت، دايرين يمشوا يغيروا جلدهم عشان يجوا في الكيكه الجديده اللي حتتوزع، في كيكه حتتوزع ونخاتين انه الحرب انتهت، وفي كيكه حتتوزع. الكيكه شنو؟ حيقولوا الحكومه بتاعت الانتقاليه اللي هي تصريف الاعمال لازم يقولون فيها مقعد مقعدين. ليه؟ حيقولوا انه الحكومه الجيش حيوافق على انه يعمل حكومه، ولازم يكون عندهم نصيب في الحكومه. الشغل اللي لسه شايفه في اثيوبيا والمدفوع الغيمه والدافع له الناس الامارات القروش والطيران والبدل والسندوتشات ده كله بس عشان يقولون كرسي كرسي. أسع الليلة مشوا واجتمعوا وحمدوك وبور مناصر، ناس عفى عنها الدهر، ناس دمروا البلد دي وانتهوا منها، وبرضه ساكين دارين حكمونا بالرجالة. المشكلة ما قصة نحن في أنه الجيش يعمل قانون ولا ما يعمل قانون، المشكلة فينا نحن لو ارتضينا بالناس ديل، مش لو الجيش، لو القيامة شفت قامت ارتضينا بالناس ديل يجوا تاني خليه يحكم ويجوا داخلين السودان، نحن نكون ما بشر تاني يحصل فينا ما يحصل. الناس دي الوسخ ده يجي داخل البلد دي معناته نحن ما رجال، معناته تاني انت اللي بيحصل فيك ترتضي به. انا بقول لك الحقيقه، الناس دي بعد ما حرشوا وبعد ما اساءوا وبعد ما اشعلوا الحرب وبعد ما حرشوا حميتي وبعد ما سووا اي حاجه والحرب انتهت يجوا داخلين السودان، والله الا نكون ما رجال قسما بالله. شوف دي ما دايرة الرحمة ولا دايرة رأفة، الناس دي الآن قابضين قروش. الكلام ده قاله حزب البحث، قال لك احنا ما بنمشي في مع ناس دارين يبيعوا البلد، الكلام ده قاله زولهم ما قلنا نحن. معناته الناس دي قاعدين شنو؟ قاعدين بقروش، قاعدين لشنو؟ حفظ مصالح دول تانية، ما قاعدين عشان حفظ مصالح أحزابهم ولا لا حفظ مصالح دول تانية. اجبروهم انه يعملوا كده، اجبروهم انه يمشي يجتمعوا في اثيوبيا، وحيجبروهم انه يعملوا اي حاجه، لو قالوا لهم امشوا طالبوا بالبند السابع بمشي طالبوا، لو قال لهم شكلوا حكومه بشكلوا حكومه، لو قال لهم سووا اي حاجه بيعملوها بيعملوها. هنا الدور والباقي على الشعب السوداني. ما تقول لي والله الحكومه تقول برهان يتخذ، ده ما شغل برهان، ده شغلك انت، انت اللي بتجبر برهان، وانت اللي بتخلي القرار يطلع، وانت اللي بتسوي، وانت اللي بتعمل. السلبيه اللي كنا فيها لو ما اتجاوزناها حنرجع اسوأ من اول. امس بالليل اجتمع بالرواد ديل واجتمع بيهم وقال لهم الكلام ده، دي ما داري لا لف ولا داري لا دوران ولا داري كبر، ماشي الخميس ماشي الخميس، وده السبب اللي طلع بيه من جوا، لاننا نحن بنعرف لما كباشي يطلع ومعاه ويمشي هو برهان يكونوا قاعدين في بورسودان كده غلط، ما في سبب يخلي برهان وكباشي يطلعوا الاثنين سوا. وديتك لا قلت لك لازم يكون في سبب مغنى، اما علاج اما ماشي جده. الكلام ده قلت لك كده بالتفصيل، وفعلا ماشي جده يوم الخميس.
الا يمشي يغير رايه، لانه الضباط كلهم رضيانين. ليه عمل مع الرواد؟ لانه الرواد دي اللي انت بمثلوك، انت قايل لهم رضيانين؟ لو رضيانين ما بصوروه بيطلعوا لك. اتصوروا منه؟ صورته انا، صوروا راي. ليه طلعوا؟ لانه ما رضيان، لانه ما رضيان. معناتها شنو؟ معناتها هاي ما حيتي اي حاجه. معناتها الجيش على المؤسسه العسكريه على الشعب السوداني ما رضيان. في النهاية ديل عليهم ضغوط، عليهم حاجات، عليهم التزامات، هنا حرار. لكن احنا التزاماتنا مع وطننا ومع شهداءنا ومع سوداننا ومع حاضرنا ومستقبلنا التزامنا واحد. الجنجويد ديل يتبلوا، الجنجويد ديل بدون رحمة يتبلوا. الجنجويد ديل لو خليته نجلتهم دي معناتها بتأجل لك معركة، معناتها بتدوهم مجال يكبروا. ديل ما عندهم حاجة اسمها شرف، ديل أكتر ناس غدارة. دي الناس ما عندها أخلاق، الأخلاق لما نزلت هم ما بعرفوها ولا شافوها ولا جات بعنده. هالناس دي اللي تمكنوا في الدولة السودانية، تمكنوا بشنو؟ تمكنوا بالقحاطة وتمكنوا بالبرهان. تمكنوا لما شالوا هيئة العملية، مهدلون الطريق. أكتر قوة كانت ممكن تردعهم في الوقت ده هيئة العملية. أكتر قوة ممكن كانت تفرتقهم في لحظة في الوقت ده هيئة العملية. كلهم ما كانوا تامين 25. لو كان برهان قال بسم الله الرحمن الرحيم وتكلم مع حميتي، قال لي يا حميتي انت مكانك ما هنا ولا مستحيل تكون هنا، انت ما موحد وخلاص الغوب تحتك دي تتحلى. كان سوى، كان جاب هيئة العمليات فكافي، وخصوم بالله ما كان عدله 5 يوم. 5 يوم كانت هيئة العمليات تكلته، وكانوا الشوارع بتاعت الخرطوم دي ما عارفيننا، وبيوت الخرطوم دي ما عارفيننا، ولا كان عندهم سلاح ولا عندهم، وكانوا كلهم قاعدين هنا، ولا عندهم قوات في حلفة ولا عندهم في كسلة ولا عندهم في بورسودان ولا عندهم في أي مكان. كان يتاكلوا وانتهى الموضوع. لكن كلهم صبروا وعملوا نفسهم ما شايفين وكبروه، قاعدين فيه ويلولوا فيه، يلولوا في حميتي، يلولوا فيه، يلولوا فيه. لما كبروا لنا بقول لنا ديناصور. أكل السودان ده كله، الشركات كلها بتاع بيوت الكيزان شالها، فيلل الكيزان شالها، قصور الكيزان شالها، مؤسسات الكيزان شالها، حسابات الكيزان شالها، شركات الذهب شالها، مربعات الذهب شالها. ما خلى حاجة، ما خلى للشعب السوداني حاجة. الكلام ده وهون شايفينه، حمدوك شايفه والقحاطة شايفينه، ولا بيقدروا يحاسبوه. 4 تنكرات بتاعت وقود كل يوم بتطلع من المصفى، ولا في زول بيحاسب، ولا في ولا 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 حساب. شايفينه بعينه وبيتفرجوا، شايفينه بعينه وبيتفرجوا. حميتي ده ما كبر بين يوم وليله، كبره ديل، كبره ديل. ما يقول لك الكيزان، الكيزان ما سووا هيئة العمليات، قدرتوا شلتوها برا. ما سووا الكيزان وبقانون ومجازه من برلمان، ليه شلتوها وليه قدرتوا شلتوها؟ الحاجات اللي خلتكم تشيلوها كنتوا تشيلوا مع جنجويد، نقول عداكم العيب، نقول لكم ممتازين، نقول لكم يا سلام ده تأسيس الوطن، نقول لكم مبروك انتم بتفهموا، نقول لكم دي اول خطوه كانت حتكون لبناء السودان. لكن ما عملتوا هنا، شلتوا ديلك لانه ديلك ما دايرين نونو، وخليتوا حميتي عشان تستخدموا عصا لانكم مرجال. انتم بتدمروا في مؤسسه عسكريه، ضباط ماتوا عشان المؤسسة العسكرية دي تفضل، انتوا بتدمروا فيها. قسما بالله العظيم يا قيادات، اي امضى اي قرار تتخذوه قسما بالله دمار للمؤسسة العسكرية، وتستحق الهيكلة، وتستحق انها تتمسح ويجي محلها جيش تاني، ولا لف ولا دوران. لك التحية بس من كلام جميل جدا والله، انت بس كويس انك قاعد تقول كلام دغري بدون لف ودوران. ده كلام جميل جدا يا اخوانا. الجيش في مدران شبه انتصر، والجيش كله في الشارع، متحركات نزلت بتعليمات مباشر من كباشي. ده كلام جميل جدا. فموضوع الرجوع يا اخوانا، ما عندنا سلطه نقول للناس ارجعوا بيوتكم، لكن انت اي زول قاعد برا السودان وتعرف زول في حيكم او عندك اتصال مع الناس، اتصل شوف وخلي اسرتك، انت تعال امن البيت تماما، جيب اسرتك. لكن ساينا نقول للناس ارجعوا، لأن في ناس في مناطق ما عندهم أي مقاومة بتاع حياة، مو ولا كهرباء ولا موية ولا أي شيء، ما في، وكل شيء منهوب عشان زول يرجع يتفاجأ ساق. لكن أي زول لازم يتصل مع ناس حيهم، ناس بثق فيهم. أتم بعدك خلي أسرتك أنت تعال رتب البيت، أتم بعدك أرجع. القحاطة دي يا بسين والله مهما كلف أمرهم ده يحكم، وما بهمهم أي شيء. زي ما قلت إنه جايين
بيشتغلوا لمصالح دول تانية، ودي إن شاء الله شعب السوداني بكلهم بالمرصاد، ما هيحكموا ولا هيجي السودان. زي ما قلت إذا كان نازل جو أو الجيش جابه وقعد في السودان يكون عار على كل شعب السودان وأولهم قوات الشعب المسلح، لأنه الجيش الآن القهاتة ديل والنشطاء حقهم أو الناس بيتكلموا كلام كثير جدا عن قوات الشعب المسلح وبتفاخر بمعسكراتهم لياسي عندهم في أيديهم ديل، فدي ما بتحصل. ويا إخواننا الشعب السوداني لازم نحن نتفق، لازم يكون نحن نتفق. إذا دارين السودان يتبني لازم نحن كشعب نتفق. يا إخواننا دي فرصة إنه الناس تتحد وتنظف البلد.